ويحتى مقام عفت حد شيء يا ليلو.
وينات انتي بدأتي جامعة؟ ايه لا على شارع البداية. البداية هذا حمار البداية حكي هذا محل اللي جسمه دي برجرلان مو انا هناك ما عطوني سيد ومتغير علي منول متغير علي ذي الشارع من زمان انا ما هذه كنا عبالي ساكينه فاهمه شلون اللفه اللي تودي على جسر الملك فهد كنت رايحه الجامعه كنت تروح مدينه حمد مو تطلع من الرفاع وتركبين على الكوبري كانت رايحه وادي السيل وعقب تروحين على الكوبري سيل على هون العادي وتنزلين كذا الدية هذه هو لا النازلة هناك كان في كل شو اسمه منول ما عدي اليوم بدت عمك لا اكو بس شارع البداية اللي زحمة اليوم وز والنساء شارع البداية شارع ليلى كل ليلة بس في الداخل الحين تشوفي سيارات تمشي بس في الطالعة زحمة منول اليوم قبل مستون بانقاب الحين ديدي انا بتعشى عندكم ما نبيكم عندنا عشاء لا سووا لي عشاء سبي بيض عيون اي ابي بيض عيون ايش درت؟ قبل انا احب انا قلبي على قلبي أنا لو سمعيني انت باشا بشريكم حلوة انا جيت ابشر لكم هذي بس ما ارجيكم يا الله الحمد لله ان شاء الله دوم ان شاء الله دوم يا تسوي ان شاء الله يا رب زين باشر هات على من مات باشر بعد هذي قد شغالات ما بيتي وياها مال بنادين ومال تيت ومالتنا الكور الوجه الكور بعد يسمونه بي عاد باكر تشوفي وجه الكور وجه ليش نسوي وجه الكور باكر ما بتسوي شيء عشان كلنا متجمعين خلت ولا خلت ولا اسمع على عن ابوها لا بابوها كل يوم نتجمع ان شاء الله ان شاء الله يا والله اليوم بيت كان كريس ليش مطارق من طارق ومنور ومحمد مسافرين بعد رايحين دبي كلهم لا محمد وياهم رايحين جروب شباب وفهود محل وعمي نبيل بعد اليوم ما يوم مو حلو البيت كان كنا بروحنا بس أقول زين ما كان في أحد اليوم ما كان لي مزاج قط كان يعورني مريم مناجو شوفي مرقدوش حبيبتي والله زين إن شاء الله زين أو سوي لك عصير لومي شربي لا 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 ما بلا أشرب ولا أكل بشرب هاي مرقدوش أنا شفت المدرون الحين بركب أظافر عشان أتكشخ لكم بوكسر شوي بأظافري بركب أي لون تبين أحب بدرية بوكسر والله من الأدرى إليك أنا من الأم يقول لي شو اسمه والله ما أقدر أقول زقان حطي اللون الزقاني بحط جيب الزقاني ليلى أي واحد كانت تقول له مرته تقول له حلو الحلو علي لا أبلون ما قط حطوا الناس قول له حط اللون الزقاني وهي حق أحمر الشفاه والله بكر يعني يوم حافل بإذن الله تعالى يجعله يوما جميلا يا رب ان شاء الله يدعي الوجه اللي عندنا في البيت جميلا ان شاء الله ويمن وجه جميل جميل جمال معروف ملوش مثال تقول الملايين ما بتسوي تقول نحط ورقتهم ورقتنا عاد رحنا قشمر وياه بدنا قاعده تسمعني رايحين رحنا وياه تسمعني لو قلت قاعده وياه يا امي تسمع حبيبي عن التعقيد بصير واحد يتكلم وياكم عاد قلنا تحبين يا ريت اعرف شنو يا ريت تعرف شنو يا ريت تعرف لماذا يا ريت تعرف ما يصير حبيبتي بدري اليوم وعلي اتصل بقول لها تهدم اتصلت فيني اللوهة وعلي يا عمي بنت عبد الغفور سوى دفعت اللوهة مين
بس العدد حاليا وايد قليل ترى. اي وايد قليل. يعني انا اقول حق خلود اليوم.